صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ أنه قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال معاذ: أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا مخافة أن يتكلوا. هذه الأولى. البشارة الثانية صح عنه عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من شرد عن الله شرود البعير. هذا مشكلة مشكلة. وجاء في الحديث الصحيح كما عند البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة كلهم إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. جاء في حديث عائشة أنها قالت: لما رأيت طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أدعو لي. قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وأدخلها الجنة بلا عذاب ولا حساب. تقول عائشة: فضحكت حتى وقع رأسي في حجري أو قالت حجره. قال: ما يضحكك يا عائشة؟ قالت: دعوتك الطيبة يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده إني لأدعو بها لأمتي في كل صلاة صليتها. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة كلهم دعا بها في الدنيا إلا أنا خبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: أمتي الجنة 120 صفا 80 منها لأمتي. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عندما بدأ يدعو ربه سبحانه وتعالى: اللهم أمتي أمتي، قال الله: يا محمد إن ربع أهل الجنة من أمتك. قال: اللهم أمتي أمتي، قال: ثلث أهل الجنة من أمتك. قال: اللهم أمتي أمتي، قال: يا محمد نصف أهل الجنة من أمتك. بشارة أخيرة أختتم بها، والبشارات كثر، أن العبد الصالح يشفع لصاحبه الطالح في يوم القيامة حتى يدخل الجنة، وأن الابن يشفع لأبيه، والأب يشفع لابنه، والحبيب يشفع لحبيبه، والزوج يشفع لزوجته. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفتح باب الشفاعة يوم القيامة، قال: فيقول الله سبحانه وتعالى: فليشفع الأنبياء والرسل. قال: فيشفعون فيخرجون من النار خلقا كثيرا. قال: ثم يشفع الصديقون والشهداء. قال: فيخرج من النار خلقا كثير. قال: فيشفع الأتقياء والمؤمنون. قال: فيخرج من النار خلق كثير. فيقول الله سبحانه وتعالى: شفع الأنبياء والرسل، وشفع الصديقون والشهداء، وشفع المؤمنون، وبقيت شفاعتي وأنا أكرم الأكرمين. قال: فيخرج من النار خلقا كثيرا حتى يظن أنه ما بقي فيها أحد، ثم يجعل قدمه الشريفة قال فيها أو عليها، فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط بعد أن كانت تقول هل من مزيد. أهل الجنة يتذكرون فلان من الناس من أصحابهم، فيقول: يا ربي أين عبدك فلان؟ فيقول: في النار. فيقول: يا ربي ما تكتمل لي سعادة إلا بفلان. فيقول الله سبحانه وتعالى: خذ بيد صاحبك وأدخله الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة.